كلام كتير جدا انتشر الفترة الأخيرة، يعني وفاة عدد كبير من شبابنا للأسف أو صغار السن بسبب جلطات القلب. مرة واحدة بنسمع الخبر ده إنه حد يكون لسه سنه صغير وتوفى بسبب يعني جلطة في القلب أو بسبب فرط الضغط الشرياني، والمعروف علميا كده باسم القاتل الصامت. دي حالة مرضية مزمنة بيكون فيها ضغط الدم في الشرايين مرتفع جدا وبيسبب إجهاد لعضلة القلب. التفاصيل هنعرفها من الدكتور شادي منسي، استشاري أمراض القلب والقسطرة وخبير تركيب صمامات القلب بالقسطرة. أهلا وسهلا بك يا دكتور، وصباح الخير عليك. أهلا بيك، خير عليكم كل أهل مصر. أهلا وسهلا دكتور. إحنا بنسمع مؤخرا عن انتشار لجلطات القلب بين الشباب وصغار السن، ربنا يسلم، إيه السبب؟ أسباب كتير في الفترة الأخيرة بنشوفها بسبب مشاكل القلب والشرايين، واحنا بنتكلم على مشاكل القلب دي القاتل الاول في العالم، هو السبب الاول للوفيات في العالم. مشاكلها بشكل اساسي بسبب عوامل خطوره بدات تنتشر وبدات تكون بنسبه اكبر وسط السن الصغير. يمكن احد اهم اسبابها هو التدخين في السن الصغير، وكمان ارتفاع الكوليسترول بشكل عالي جدا بيؤدي إلى مشاكل في الشرايين بسبب ترسبات من الكوليسترول ده وانسداد في الشرايين، وعشان كده بيبدأ يحصل أزمات قلبية في سن صغير، انسداد في الشرايين في سن صغير، وما يسمى بقى بالجلطة أو بالذبحة الصدرية والانسداد نتيجة هذه الترسبات ينتج عنه ممكن وفاة مفاجئة. وعشان كده يبقى المريض يبقى أول شكوته قبل الوفاة بدقائق، وعلى ما يوصل المستشفى بنلاقي انه بدا يحصل توقف في القلب. نعم. وبدا يحصل يعني توقف لكل وظائف الجسم بسبب توقف القلب. طب دكتور شادي، يعني فرصه ان حضرتك معانا على الهواء، ايه هي المؤشرات الاوليه اللي احس انه يعني لا قدر الله حد اصيب بجلطه، يتصرف ازاي، يتعامل ازاي، وايه المؤشرات او الاعراض اللي بتبان انه هذا الشخص هيصاب بجلطه في القلب؟ الحقيقه في حاجه مهمه قوي، وهي التاريخ المرضي في العيله. اي حد عنده تاريخ مرضي في العيله لمشاكل الشرايين لازم يعمل السكريننج تيست، او لازم يعمل فحص مبكر. احنا دايما بننصح بحاجه زي كده، دي قبل حدوث العرض. يعني لو انا عندي اخ توفى في سن مبكر، الوالد كان عنده مشاكل للشرايين في سن مبكر، الاعمام او الاخوال، يعني اي حد من قرايب الدرجه الاولى، لازم ان انا ابدا ادور على طول اذا كان عندي مشكله في الشرايين ولا لا. دي رقم واحد. رقم اثنين، الاعراض بتكون في صوره الام في الصدر متكرره، بتيجي بصوره بسيطه، بيبدا المريض يهمل فيها ويعتقد انه ده بسبب مشاكل في العضلات، بسبب شويه برد. والحقيقه لو الاهمال في الحاله دي بيبقى يعني مشاكله خطيره جدا، وبيبدا المريض يخش في مراحل متقدمه وهو مش واخد باله. عشان كده لو حسينا باعراض في صوره الم في الصدر، في منتصف الصدر تحديدا، مش على الناحيه الشمال، في منتصف الصدر، الالم ده بيجي عاده مع المجهود، بيستمر لدقائق بسيطه وبعدين يرجع تاني يرتاح مع الراحه. ببدا دايما لازم اعمل رسم قلب واعمل موجات صوتيه على القلب واستشير طبيب القلب عشان لو في مشكله نلحقها بدري. أكيد دكتور، هل في علاقة بين انتشار الجلطات الخاصة بالقلب في سن الشباب وما بين الشتاء وكمية شرب المية؟ ناس كتير جدا بتتكلم عن نقطة ان ده ممكن يكون بيؤثر بشكل او باخر. قلة السوائل في الجسم خطيرة جدا، وعشان كده بنلاقي حتى في فترات الصيام الطويلة في الحر الشديد ممكن ينتج عنه جفاف في الجسم، ويبقى السيولة قليلة شوية أو لزوجة الدم عالية شوية، وده بيؤدي لتراكم الجلطات وانسداد الشرايين. عشان كده لازم نشرب السوائل بشكل كويس حتى في الشتاء. وأنا دايما أنصح المرضى أقول له إحنا لازم في الشتاء لينا حوالي لتر ونص مية في اليوم لازم نشربهم، ولازم كل أول ساعة، يعني على أول الساعة 2، على أول الساعة 3، على أول الساعة 4، أنا ليا كوباية مية لازم أشربها وما أنساهاش، لأنه عادة ما حدش بيعطش في الشتاء بالشكل صحيح. الشديد. ولو جيت على آخر اليوم فكرت كده أنا شربت إيه مية النهاردة، هتلاقي نفسك شربت كوباية واحدة بس. وده طبعًا مشكلة كبيرة، لأنه ده بيعمل فعلًا لزوجة في الدم وممكن يؤدي إلى الجلطة.
دكتور، يعني هل مرضى ارتفاع ضغط الدم هم الأكثر عرضة لجلطات القلب؟ ومريض ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم إزاي يقي نفسه من التعرض لجلطات القلب؟ الحقيقة ارتفاع ضغط الدم ده أحد عوامل الخطورة اللي بتؤدي إلى جلطات. والمريض اللي عنده ارتفاع في ضغط الدم ممكن يبقى مصاب أكثر، معرض أكثر للإصابة بجلطات القلب، وخصوصا لو كان الضغط بتاعه مش منتظم. يمكن لو الضغط منتظم بتبقى الأمور أسهل بكتير، لكن لو الضغط مش منتظم، وإحنا للأسف بعض المرضى بيبقى معترض على كونه مريض ضغط، هو مش عايز يقتنع بده، مش عايز ياخد دواء، وبالتالي بيبقى الضغط مرتفع دايما، وده بيؤثر بالسلب على الشرايين، بيبدأ يحصل ما يسمى بتصلب الشرايين. يمكن تصلب الشرايين السبب الأساسي ليه هو الكوليسترول وتقدم السل، لكن وجود عوامل خطورة بتخلي في تسارع في مشكلة تصلب الشرايين، وبالتالي يحصل انسداد في الشرايين. وعشان احنا يمكن بنسميه القاتل الصامت بسبب انه في بعض الأوقات ما بيكونش فيه أعراض، لكن في الحقيقة بيحصل مشاكل على مستوى الشرايين. يمكن مش في البداية ما بقاش فيه ألم بسبب حاجة زي كده، لكن بنفاجأ بمشكلة. وعلى فكرة المشكلة بتبقى مش على شرايين القلب بس، بتبقى على شرايين القلب أو على شرايين المخ. صحيح. عشان كده ممكن نفاجأ بجلطات في المخ، وبرضه بيكون سببها الترسبات في الشرايين وترسبات في الدورة الدموية بشكل عام. طيب دكتور، هل كل مرضى القلب وكل مرضى الضغط المنخفض المفروض يكونوا بياخدوا سيولة في أدوية سيولة للدم؟ ده سؤال مهم جدا. احنا الحقيقة كان قبل كده عندنا اعتقاد بأنه الناس المريضة بمشاكل ارتفاع ضغط الدم لازم ياخد قرص أسبرين، وده أو الناس حتى المدخنة اللي سنها فوق 40 سنة بتاخد قرص أسبرين. نعم. هي الاعتقاد أثبت أنه غير فعال وأنه غير مجدي، وأن المشكلة عند المرضى دول مش في السيولة، المشكلة في ارتفاع الكوليسترول في الدم، وأنه لو أنا ما عنديش كوليسترول عالي في الدم أنا مش محتاج دواء سيولة، وان لو ما عنديش بدايه لتصلب الشرايين انا مش محتاج دواء سيول. عشان كده احنا بننصح دايما الناس دلوقتي وخصوصا صغار السن، لانه سن 30 سنه 35 سنه هو معتقد انه ما عندوش مشكله في الشرايين ولا ممكن يحصل له حاجه في القلب، ده حاجه بتحصل في السن الكبير، لكن الحقيقه بقينا نشوفها في السن الصغير للاسباب اللي قلتها والعوامل الوراثيه. عشان كده لو عايز تحمي قلبك في سن صغير وتطمن انه ما عندكش مشكله حاليا أو أنا مش معرض للإصابة في وقت قصير بمشاكل الشرايين، يبقى لازم أعمل تحليل كوليسترول في الدم. جميل. ولازم أطمن على نسبة الكوليسترول كويسة ولا لا، عندي ارتفاع شديد فيها ولا لا، أنا محتاج علاج ولا لا. لو أنا عملت ده بدري مش هيحصل عندي مشكلة في الشرايين في المستقبل. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور شادي منسي، استشاري أمراض القلب والقسطرة، وصباح الخير على حضرتك.